راح اقول لك شيء اول مره انا قايله ما موجود باي لقاء وخلي انت انقلها عني واني طبعا. اتحمل مسؤوليه طبعا. انا رجل اكاديمي وانا رجل حوزه ومنبري وكان يشار الي بالبنان بالمنبر ترى ماكو عذاب قبر هاي احنا نسوقها كنا بالمنبر نخوف الناس بيها موضوع خطر ماكو دليل عود بالعذاب عذاب القبر والله يعذبك ويقتلك رجع اللي طلعت والساده والمشايخ اتحدى عذاب قبر ماكو اتحدى واني من 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 من, من حلقتك هذه واجعلها ماده واني اطالب بالمناظره اي استاذ يعطيني دليل قراني ومن ورائهم برزخ البرزخ بمعنى الانتظار الطويل مال الله يعذبك ماكو هيك منطق بلي يوم الحساب يوم القيامه يوم الحساب يوم القيامه ويوم القيامة هو يوم شنو؟ يوم توضع الموازين توضع الكذا والناس يحاسبون أما في البرزخ شنو؟ في البرزخ هاي الحالة البرزخية يعني من بعد أن يموت إلى يوم القيامة هاي هذه الفترة فترة البرزخ شنو اللي بيها؟ حسب الروايات أن الإنسان بحسب عمله بحسب عمله إن كان صالح فقبره روضة من رياض الجنة وإن كان سيء فحفرة من حفر النيران رواية عندنا المؤمن أو الإنسان إذا مات إما قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فلذلك نشوف الإنسان السيء في فترة البرزخ أيضا يعذب بلي أنت ناشر مقطع على واحد كذب بي تشهير بي تسقيط بي وانت مشتم لك واحد انت بايق لك واحد انت ظالم لك واحد طول هذا الفترة اللي انت بالقبر كل ما ذاك المنشور ينتشر كل ما ذاك المقطع يتروج انت هناك تقرع على رأسك ليش؟ لأن ما ينشر من الكذب انت سببه ما ينشر من الكذا انت سببه ما يكون من الظلام انت سببه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا يصلح بالنا وليكن قبرنا قبر شنو حفرة من حفر النيران.